وبعد حبة الحبة تكبر وتبقى قبة وحامي كعب داير طنوسي. نعم طنوسي، هات الكشف يا طنوسي. سعيد ابو النجاح تاجر شارع عادي جدا، بدايه مبشره. انا جيت بس عشان اثبت لكم قضيه ابو النجا دي ما بتخلصش. لا انا كمان جيت عشان اثبت اللي الاساتذه عاوزين يثبتوه. انا عندي احساس يا جماعه ان التاجر ده هيطلع سعيد ابو النجا، لان المعلومات بتؤكد ده. كل مره بنقول كده وفي الاخر نقع في نفس الدوامه تاني. أما نعترض، أنا ما ضربتش حد على إيده عشان يجي معايا يا ابني. وأنا اتكلمت؟ لا أنا قصدي أقول لكم يعني عشان تبقوا عارفين أنا قادر على إني أحل أي لغز بنفسي، مش مستني مساعدة من حد. لا. إيه ده؟ طلع ما فيهاش مشكلة يا طنوسي. إيه يعني؟ أنا عايزة أروح. تعالي، خايفة يا أستاذة ولا إيه؟ أنا ما بخافش من حاجة، بس أنا مش بحب الحاجات دي. خديني معاك يا بنتي، أنا ركبي مش شايلاني. وأنا طيارة وفررة من هنا. إيه ده؟ كلكم تتخلوا عني في لحظة المواجهة؟ واجه لوحدك يا فاضل. إحنا متفقين ومتعهدين على الحلوة والمرة، مش كنا متعهدين ليه تنسى بالمرة؟ عشرة بقالها سنين. أنا أولاً ما أعرفكش. باي باي. خديني معاك. عمي معتمد، لقد عهدت فيك الشجاعة والإقدام، فهل ستتخلى عني؟ أرجوك لا تخذلني. أنا ابني معاك بقلبي لآخر لحظة في حياتي. هيا بينا يا ابني. يلا بينا. اعمل معه وفاية يا ابني، خليني اخد تاكسي واروح انا كمان. اسمك يا عم معتمد. ايه في ايه خوف هنا؟ في ايه يقلق هنا؟ ما هو دكان ما فيهوش اي حاجه، كفنين ثلاثه وخشبه وشويه موارد وحاجات كده. مش عارف يا ابني، انا زي ما يكون قلبي مقبوض ليه، مش عارف. لا اوهام في دماغك وبس وخلاص. المهم نشوف صاحب المحل هو فين. محل ايه؟ الظاهر ان احنا جينا في وقت غير مناسب، احنا نمشي ونعدي عليه في وقت تاني. ايه يا ابني؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا مرحب. ولا ياسر. ايوه خد ودي الشغل ده في الماء بتاع كلون. اهلا وسهلا. صباح الخير يا معلم. صباح الفل والنرجس والياسمين. اهلا وسهلا. احنا بنسال عن صاحب الدكان. انا صاحب الدكان سعيد ابو النجا. تشرفنا. شرف مقدارك. اتفضل يا استاذ، ده انت هتقع من طولك. اتفضل ارتاح. اتفضل. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة، كنا فاكرينك تاجر ولا مؤاخذة يعني. هنعمل ايه؟ الناس بتتشائم مع ان الموت علينا حق. اهلا وسهلا. انا وارث المهنة دي ابا عن جد، دي مهنة عائلية لا مؤاخذة، ثم ان انا كمان غويها. غويها. وحلو قوي ان الانسان يخدم ابناء الانسانية. يا سلام، انا ما كنتش فاكر ان المهنة دي بالانسانية دي كلها. هنعمل ايه؟ اهي مهنة زي كل المهن، زي ما في ده بتولد في حانوت بيدفن لا مؤاخذة. اي خدمة اقدر اخدمكم؟ بالنسبة لي انا مش عايز اي حاجة. انا فاضل السنكاري المحامي. محامي؟ سلام قولا من رب رحيم. لا مؤاخذة استاذ، معلش، اصل تقول لي بتتشائم من ايه؟ اقول لك بقى تشائم من اتنين، الاهطل والمحامي. علينا احنا الاتنين يعني، انا المحامي. طب حضرتك بتتشائم ليه من المحامي؟ انا فاهم تقصد ايه. زي الحانوتي ما له علاقه بالراحه الابديه، المحامي كمان له علاقه بالتعب الازلي. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف يا معلم، انا مش جاي لك بصفتي محامي، لا، ده انا بعمل بحث عن المهن، وعايز اعمل بحث عن مهنة حضرتك يعني، وعن وضعها القانوني من ناحية المسائل التقصيرية. وماله يا ابني؟ اديك بتعمل اللي عليك في الدنيا الفانية دي. يعني انا مش هزعجك يعني لو اخدت من وقتك السمين ساعتين ثلاثة؟ ابدا يا استاذ، انت تشرف. حدد المكان والزمان. بكرة الصبح ان شاء الله؟ ماشي، بكرة الصبح. وهو يبقى دعاية للمحل بدل السوق ما هو حاله واقف كده. رزقها يا رب. شكريا. عايز ايه؟ على فكرة
انا ممكن اساعدك يعني ما تكسفيش، انا كنت ال 15 على الدفعه يعني. وايه يعني؟ انا مش عايزه منك حاجه، المذكره كلها في دماغي، انا بس بدور على المدخل، المدخل الحماسي اللي يخلي القاضي يتشدلي ويتعاطف مع موقفي. اللي يخلي القاضي يتشدلك ويتعاطف مع موقفك انك تدخلي في صلب الموضوع. طب عشان خاطري يا فاضل. خلاص يا ستي عشان خاطري انا هكتبها لك بكره الصبح ومش هقول لحد. ميرسي يا فاضل. بقول لك يا فاضل، ممكن يعني ممكن اطلب منك خدمه وما تناقشنيش فيها؟ عشان تطلبي خدمه ده من حقك، انما مش معقول تلغي شخصيتي بعدم المناقشه. طيب ناقشها بس في الاخر اعمل اللي انا عاوزاه برضه. ممكن ما تروحش للحنوشي ده تاني؟ ليه يا شكري؟ بصراحه بقى فعل مش حلو، وكمان انا خايفه عليك منه. خايفه عليا منه؟ ده راجل طيب جدا، ده مش ممكن يأذي نملة. أنا عارفة يا فاضل، بس أنا من ساعة ما عرفت إنه حنوتي وأنا بشوف كوابيس وحشة قوي. ليه؟ دي مهنة زي كل المهن. طب ما هو كان ممكن يطلع جزار ولا قهوجي ولا مكواجي، إيه المشكلة؟ لا المشكلة إنه حنوتي. عادي يعني فاش أي حاجة. الله، إيه يعني حنوتي؟ دي مهنة ومهنة محترمة، وخاصة إن الموت علينا حق. أنا عارفة يا فاضل، وعارفة كمان إن البني آدم في الدنيا ضيف. أيوة دي حقيقة يا شكرية، والحقيقة الأكبر كمان إن الأعمار بيد الله، وإن الواحد ساعة ما يحين الأجل ما يقدرش يمنعه، وإن ربنا سبحانه وتعالى زي ما وهب لنا الحياة علشان نعبده، هو برضه اللي هيخلينا نرجع له علشان يبتدي الحساب، وكل حسب عمله. خلاص يا عم، انا قلت لك انت حر، انا بس كنت عايزاك تعرف اني مش مرتاحه للراجل ده ولا لدخلته علينا، ولو ان يعني هو ايه اللي هيجيبه عندنا. ما شاء الله رزق في رجلي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ملناش نصيب. ايه ده؟ يا اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. اهلا اهلا اهلا. ده ايه النور ده كله ده؟ ده نورك اخويا. اتفضل اتفضل استريح. الله يخليك. مش ده برضو مكتب المغفور له الاستاذ فاضل السنكري؟ مغفور له الاستاذ فاضل السنكري، الحمد لله بخير وحي يرزق. هو ده الغلط، اكبر خطا. الرحمه تجوز على الحي واللي مش حي. لو ان كلامك غريب شويه، انما انت زبون والزبون دائما على حق. انا احب قوي اللي يرحب بالزبون، لاننا في النهايه كلنا زباين. النهارده انا زبون عند الدكتور، انت بكره زبون عند المحامي، انا بعديها زبون عند الحانوتي. لا 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 ما ايوه طبعا طبعا، بس انا ليا تحفظ برضو عن ان الواحد يكون زبون عند ال الله المعلم سعيد الخامس. ايه ده؟ انت تعرفه معلم معتمد؟ الله عز المعرفه، ده المعلم سعيد ابو النجا الخامس الحانوتي. ايه؟ حنو حنوتي؟ الله الله، ما تمسك نفسك امال يا استاذ. عن اذنك بس حدي خبر للاستاذ فاضل وجاي. حنوتي. ما هو معذور برضه، اصل حضرتك فاجئته. خطوة. انما احسن حاجه برضه ان هو يواجه الحقيقه. خطوه عزيزه يا معلم سعيد. الله يعز مقدارك ويرفع عنك الجهل يا رب. الحمد لله معايا توجيهيه قديمه. لا انا بتكلمش عن الشهادات يا استاذ، انا بتكلم عن الجهل بالحياه وحقائقها. ايه الناس كلها فاكره انها هتخلد ومش عارفه انها هتيجي عليها يوم وتخلع. ايوه وانت كلك خبره يا معلم سعيد. مش مساله خبره، المساله مساله استعداد للرحله. الرحله ناخد لها زاد من التقوى والورع واتقاء الله. ايوه دنيا غروره والإنسان مغرور، وهو نفس طالع، ويا عالم إذا كان ده آخر نفس ولا لسه في العمر بقية، والإنسان لازم يستعد. يا سلام يا معلم سعيد، أنت كنت فين من زمان يا راجل؟ أنا كنت محتاج لإنسان زيك يبصرني يوعيني يقول لي الكلام ده في الوقت المناسب. إيه دنيا الإنسان فيها ضيف.
هي ضيف وفاكر انه هيخلل وهو مجرد ضيف طول عمرنا واحنا ننتش اللي فين بقى واحنا في الاخر ضيوف على وجه الدنيا. والشاطر اللي هو يلحق القطر قبل القطر ما يفوت ويرجع يقول ايه اللي جرى مكان. يا سلام يا سلام ما دايما لوجه الله. سبحان الله. انا اشكرك جدا يا معلم سعيد. يا ريت يا معلم سعيد من النهارده انا عايزك تكون صاحبي يا معلم سعيد. في بدينا حانوتي تقول لي كويس يا فاضل؟ ايوه طبعا علشان احصل منه على مزيد من المعلومات. دخل بيتنا يا فاضل هيشرب قهوتنا يا فاضل. انا مش فاضي اسمع هذه المهاترات. ده طيب قوي يا اساتذه. طيب لنفسه اللهم احفظنا. طيب قدامي بقى اتفضلي. على فين؟ هتيجي معايا تقابلي سعيد ابو النجا ولا انت خلاص الخوف لغى عقلك ولغى تفكيرك المنطقي؟ انا بخاف من اللي خلاني وبس. طب قدامي بقى. لا قدامي. لا اقول لك قدامي. لا حرام عليك حرام عليك ما عندكش اخوات بلد. اداهم لله. الله يبقى حياتك اخويا. نورت يا معلم سعيد. اهلا 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 وسهلا. ده ايه الزياره اللطيفه دي يا معلم سعيد؟ الله يخليك. ده انتوا اللي ناس ذوق والله العظيم ناس ذوق اخر ذوق. وكفايه ان انا خرجت من عندكم بهديه كبيره قوي. ايه الهديه اللي خرجت بيها من عندنا؟ المعلم معتمد صديقي انا وهو قرر ان احنا نبقى اصدقاء طول العمر ما بقي لنا من حياه. والله عشت بالك صديق سعيد يا ابو النجا. طول عمري ما كانش ليا صديق. ما اعرفش ليه يا اخي. لا انا عارف ليه يا معلم. أقدم لك شكرية تبقى مراتي وشريكتي في المكتب. ما شاء الله ما شاء الله يا أرض احفظي ما عليك. صحيح الطيبون للطيبات. طب أنا استاذن بقى معلم سعيد. اتفضل أخوي. مع السلامة. الله يخليك. وأنا هبقى أفوت عليك زي ما اتفقنا. أنا رايح أرتاح شوية في الأوضة. اتفضل أخوي. كلنا ضيوف يا معلم سعيد. كلنا ضيوف يا فاضل. معلش الدنيا من فاتة يا أخويا. والله انتوا ناس طيبين قوي. طيبين يعني. اتفضل يا معلم اتفضل. انت اللي طيب طيب واكيد عيلتك كمان كلهم طيبين يعني اخوالك وعمامك كلكم طيبين جميع اهل ابو النجا الكرام. اه الدنيا فيها كده وكده يا استاذ. انا جاي لكم عشان ابقى زبون عندكم. حضرتك تبقى زبون عندنا احنا؟ اصل انا عامل في المحل عندي نظام التقسيط. ايه ده انت بتقول يا معلم؟ هو التقسيط كمان في ال الله. اصل دي مصاريف وفي ناس غلابه ما بيعرفوش يدفعوا فانا بقسط عليهم يدفعوا كل شهر حاجه. حول ولا قوه الا بالله. الدنيا ما فيها. وفي ناس بقى لما اغزق بيبلطجوا بقى ما بيرضوش يدفعوا فانا بقى عايزكم انتوا تدفعوا لي عليهم قضيه بالشيكات اللي انا واخدهم عليها. شيكات؟ وحضرتك واخد شيكات على الناس اللي عايشه ولا الناس لا 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 انا واخد شيكات على الورثه. ايه ايه قولك؟ والله يا معلم احنا تحت امرك واطمن. اديني بس المستندات واحنا هنريحوه. انا مش هستريح غير لما الراجل ده يمشي من هنا واكسر وراه زير مليان ميه بموارد وكمون. سبحان الله معقولة؟ الله حتى الحنوتي عنده تقسيط. سبحان الله مصائب قوم عند قوم فوائده. إنما أنت إيه رأيك فيه يا شكرية؟ والله أنا في الأول كنت خايفة منه بس لما قعدنا واتكلمنا معاه شوية لقيته راجل طيب خالص. طبعا لازم يبقى طيب. ده راجل عايش جنب الحقيقة يعني لازم يكون ممتلئ هدوء وثقة بالنفس. ولا ماشي جرى ايه يا عم طنوسي؟ في ايه؟ زي ما يكون دخل علينا في المكتب قفة عقارب. ما هو لا مؤاخذة اعذرنا يا استاذ انا اول مرة اشوف واخد بالك انت ازاي نوتي. ما تخافش وعلى فكرة اتعود انك هتقابله كتير عشان بقى زبون عندنا هنا في المكتب. ايوه بس المهم ان احنا ما نبقى زباين عنده. يا سيدي حقيقي يجي اليوم كلنا نحتاج لخدماته. بس تفتكر ان هو ده سعيد ابو النجا الحقيقي؟ والله انا باجري معاه حوار تقليدي بناء على امل انه يطلع هو. يعني هو ده سعيد ابو النجا اللي هيورث كل هذه الثروه الطائله؟ ايه؟ ثروه طائله؟ فين دي؟
يعني انا اقصد يعني الشنطه. انت شعرفك في ايه في الشنطه يا تنوسي؟ خنت الامانه وفتحت الشنطه. لا كابتن قطع ايدي يا استاذ، انا قصدي يعني ان الشنطه اكيد مليانه عملات محليه وعملات اجنبيه. هو حسنين ابو النجا هيسيب ايه لابن اخوه في شنطه زي دي ورثها غير مجوهرات بقى وعملات ثروه؟ جايز وجايز لا. الشنطه واللي فيها امانه لغايه ما نوصلها لصاحبها. بس عيني الكرسي ده. شكرا يا اخوي. مالك يا بابا في ايه؟ ما ماليش يا بنت. ما مالكش ازاي؟ امال ايه العصايه اللي في ايدك دي؟ الله، يعني جايبها منين وشايلها ليه؟ انسان غرور شايفه الجاهل، دي هي اللي شايلاني مش انا اللي شايلها. ما انت ماشي من غيرها يا معتمد، يبقى لازمتها ايه؟ ده كان زمان يا طنوس، كان زمان. يلا حسن الختام. الحمد لله كنت شايلها للزمن. طيب خلاص خليك ماسكها، انت حر ما دام مريحاك، وبعدين اهو نوع من الوقار. اسمعها فاضل يا جوز بنتي، انا عايز اوصيك وصيه قبل ما اروح، وقدام عمك طنوس الشاهد وشاهد علينا كلنا اللي فوق اللي لا يغفل ولا ينام. بس يا بابا هدي نفسك، ده كلام يتقال برضو الساعه 10 الا ربع بالليل. عايز اطمن عليك يا شكريه. ما انت جوزتها خلاص، ايه هتطمن عليها ايه اكتر من كده؟ ايوه عايز اكتر من كده، عايزك توعدني يا فاضل انك انت تحطها في عينيك من بعدي. دي واحده بيا يا فاضل، بلاش اخ ولا اخت، بلاش غيري انا. الله، انت بتشحط عليا ليه يا راجل انت؟ هي ايه الحكاية يا عمي؟ حكاية ايه يا ابني؟ انت مش عايز تودي لانك انت هتحطها في ايديك. الله، ده على ايه يا ظالم من بعدي؟ يا عم صلي على النبي، هدي روحك، هدي روحك مش كده. ربنا يديك الصحة يا بابا. هو انا صدر مني حاجة يعني لا سمح الله في حقها؟ ما انا براعيها اهو. ايوه بس عايزك تودي، عايز اطمن. اوعده اوعده يا استاذ وخلصنا. خلاص اوعدك يا سيدي. ايوه انا كده ارتحت بصراحه يا ولادي. انا من ساعه ما قعدت مع سعيد ابو النجا وانا عيني فتحت على حاجات كتير كانت عيني مغمضه عنها. انا عارفه موضوع سعيد ابو النجا ده مش هيخلص الا لما يخلص علينا كلنا. الحمد لله الحمد لله ان انا عيني فتحت. خلي بالك من نفسك. انا مهدوك، انا داخل ارتاح. يا اخوانا كلام عم معتمد غريب جدا، انا اول مره اراه في كل هذا التشاؤم. لا حول ولا قوه الا بالله، بقى ده المعلم معتمد شكله حيمشي ويسيبنا واحنا وراه. استر يا رب. طب اتفضل انت، انا هبعت الرجاله والكفه. على كل حال اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. انا اسف. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. ولا قهوه ولا. اهلا وسهلا بيك يا معلم. اهلا عامل ايه؟ الحمد لله رضا والحمد لله، الشغل ماشي جامد. دفن النهارده 5 جتك. هو على راي المثل الخير على دوم الوردين. طب الحمد لله. والظاهر انت كمان هيبقى وشك خير علينا يا معلم. الله يخليك، انا الود ود كنت قافش لكم المحل ورد وزعف نخل، بس ده ضد سياسه المحل. ايوه طبعا وردك وصل يا معلم، المهم خلينا في الشغل. اقول لحضرتك بقى، زي ما شرحت لحضرتك تيسيرا على العباد بدات نظام التقسيط، وانا بدات من هنا والمشاكل بدات من هنا. بقيت تدفع من جيبك بقى. اعمل ايه؟ واجب ولازم اديه، انما انا برضه عندي عيله، عندي بطون لازم تاكل، وجتك لازم تستحمى ولازم تتكسي وعلاج. عندك حق يا معلم. طيب هل ضمان التقسيط عباره عن شيكات ولا كمبيالات؟ لا، كمبيالات لهنا ميسر. كويس قوي، هاتها بقى واحنا ان شاء الله هنجيب لك حقك لغايه عندك. انا اجل. وانا ليكوا 10% من قيمه التحصيل، ايه رايك يا استاذ؟ انا رايي ان نخلي النسبه 5% كفايه يا معلم. ايه يا فاضل، هو يقول 10 وانت تقول 5 ليه؟ ايوه، اذا كان المعلم مستعد يتنازل عن 5% من الناس يبقى ال 5% دي تتخصم من نسبتنا احنا. وماله؟ بس افهم ليه؟ عمل ضروري يعني؟ ايوه، ما هو الناس لما تحس ان هتوفر 5% يبقى في الحاله دي هيبقى عندهم رغبه في الدفع، واحنا بالنسبه لنا ده سهل علينا بدال المحاكم والدوشه ووجع الدماغ.
كلام جميل. دقيقة واحدة. اتفضل يا أستاذ. أدي كشف بأسماء وعناوين المتأخرين عن السداد. وأصول الكمبيالات كمان. وأدام أنت طلعت كريم أنا كمان هتنازل عن 10%. يبقى المجموع 15%. وهو الواحد يبقى اشتهر آخرته بدنيته. وعلى رأي المثل لما نرحم اللي في الأرض يرحمنا من لا يغفل ولا ينام. تمام تمام. طيب الكشف اللي فيه الأسماء والعناوين هل كلهم زباين ولا فيهم قرايب؟ لا كلهم زباين. عندك حق يا معلم، التعامل مع القرايب بيجيب مشاكل. لكن أنا أول مرة أشوف تقسيط في ال... أنا ما فهمتش جملتك الأخيرة يا شكرية. مش مهم هي جملة ساخرة، المهم أنت كان قصدك إيه لما بتقول له قرايب وزباين وحاجات كده. شوف يا شكرية، إحنا لينا هدف محدد وهو البحث والتأكد إن ده سعيدة أبو النجا. أنا كان عندي أمل يطلع في الكشف حد من قرايبه يوم عن طريق ده نعرف إذا كان هو سعيد ولا لأ. خلينا في أول اسم. طيب ستي بصي، أول اسم صابرين صالحين عوضين 156 حارة الرجل الأخضر. هي دي صح. هي دي صح. اه وده البيت صح. اه مجموع الديون المطلوبة منها 135 جنيه و14 قرش. ياه الأسعار بقت غالية قوي. عايزين نعمل حسابنا فاضل. خاف الله ولا خاف. مين؟ مش ده منزل الست صابرين مسافرين؟ مسافرين؟ يا ستي اسم ابوها معانا بس مش شايفين نقراه. اه اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بيكو. اتفضلي. احنا الوكلاء بتوع المعلم سعيد ابو النجا. الحرامي. سعيد ابو النجا مش الحرامي، سعيد ابو النجا الحنوتي. اللهم احفظنا. وانتم عاوزين ايه بقى؟ احنا عاوزين مصلحتك. اه وهنعملك تخفيض 20%. تخفيض؟ وانتم بتبيعوا ايه بالظبط؟ لا احنا مش جايين نبيع، احنا جايين ناخد. اصل حضرتك يا مدام مسافرين. صابرين. صابرين صابرين. معلش اصل انا مرتبك، يعني الظرف اللي جايين فيه ظرف مش هو يعني الحقيقه. انت كنت مديونه للمعلم سعيد ابو النجا بمبلغ وقدره. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انتوا ما عندكمش احساس ولا دم ولا اخلاق. انت صح بس هدي اعصابك كده وما تتضايقيش. هو موته خراب ديار؟ مش كفايه الراجل سابنا ولا غريب ولا غريب ولا معاش عايش منه؟ لولا حله المحشي اللي ببيعها دي وابيعها بالصباع كان زماني بقاش حد. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش بس اصل دي ديون واجبه السداد. يا ناس حرام عليكم، خلي في عينيكم حصوة ملح. احنا متأسفين ومضطرين نحجز. لا انا اللي هحجز الاول. تحجزي ايه؟ الحقوني الحقوني. يا سلام يا معلم سعيد. تعرف انا طول عمري ما بحبش القهوة السادة. من يوم ما عرفتك وانت خليتني احبها. اصل القهوة السادة دي عم نعتمد ليها فلسفة عالية قوي. القهوة السادة من غير سكر بتفكرنا بمرارة الحياة. ايوه الحياة مرة. اسألنا انا عن معنى الحياة. يا سلام يا معلم سعيد. انا من يوم ما عرفتك وانا حاسس ان انا مرتاح من جواي. حاسس ان انا بعيش لحظه حياه في سلام، في 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 طمانينه. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ايه بس مين اللي يقرا ومين يسمع؟ دنيا غداره بتضحك علينا، والشاطر بقى اللي يضحك عليها وياخد منها الحسنات يزود بيها اخرته. اللهم احسن خواتمنا يا رب. يا سلام يا معلم سعيد، انت كنت فين من زمان؟ كل شيء بقى وان. ايوه كل شيء بقى وان. علشان كده انا بقى النهارده جاي لك في شغل يا معلم سعيد.
شغل ايه يا حاج معتمد؟ انا يا معلم سعيد. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف يا معلم سعيد. خير؟ انا عشت عمري ما احبش حد يتعب معايا في حياتي. فعلا انت زي الريشة. وعشان كده برضو عايز ابقى زي الريشة في مماتي يا معلم سعيد. عايز الناس تبقى مرتاحة في مماتي زي ما كانت مرتاحة في حياتي. علشان كده عايزك تتولى العملية من الألف للياء عشان في مماتي أموت وأنا مرتاح وأنا في الخدمة. أيوه بس إيه، ما تجيبش سيرة للفاضل ولا الشكرية بالموضوع ده. ماشي زي ما تحب. قلت لي بقى هتاخد مني كام؟ الله، ما بين الخيرين حساب. ايوه يا معلم سعيد، بس ربنا اسمه الحق والحق حبيب الله، وكلنا اخوات نتحاسب. ما انت عارف يا معلم معتمد، الاسعار بقت نار دلوقتي وكل حاجه في ارتفاع. الله. انت هتقول لي الكلمتين اللي بتقولهم لكل زبون يا راجل انت. لا قول لي بقى هتاخد مني كام؟ شوف بقى، عشان انت صاحبي وحبيبي هاخد منك نص باكر، يعني 500 جنيه شامله الحنوط والكفن والمغسل، وكمان هديه من عندنا الفئ اللي هيقرع التربه كده. بس مش شايف ان هم كتير؟ يعني اقصد انك انت يعني تكرمني. رب زبون يا معلم سعيد. لا لا يا شكرية الله، واحنا مش عرفنا ان سعيد ابو النجا دخل الجيش ولا لا؟ يا سيدي انا بقول جايز جايز، يعني ساعتها لو كشفنا عن أوراقه في الجيش يمكن نلاقي كشف بأسامي العيلة. لا لا لا، دي عملية صعبة ومعقدة وغير مجدية. طب نعمل إيه يا فاضل؟ أكيد يعني في وسيلة تانية. قول لي يا فاضل، أنت إيه رأيك في المعلم سعيد؟ من ناحية إيه يعني؟ أخلاقه، ذمته. هو رجل فاضل. يعني مش طمعان في الدنيا؟ لا شوفي، اللي في مهنته ده لا يمكن يكون طمعان في الدنيا. طب ما كده كويس قوي، يبقى انت تدخل مباشره في الموضوع وتساله. انت اسمك سعيد ابو النجا؟ قريب واحد اسمه حسنين ابو النجا، واكيد مش هيكذب عليك. لا لا لا، انا ما اقدرش اجازف في المجازفه دي، انا لازم ضميري يبقى مستريح، ما اقدرش انام الا وضميري مرتاح. الله، اضمن منين ان هو ما يطلعش كذاب وطمعان في الشنطه؟ يعني نعمل ايه؟ انا عندي فكرة كويسة. ايه رأيك لو انا وانت نقنعه بانه يعمل وصيته؟ في الحالة دي هنقدر نقرب منه ونعرف مين قرايبه ونشوف حسنين ابو النجا منهم ولا لا. ادخل. اه يا أنا. ممكن اخد من وقتكم 5 دقايق؟ عايز يعمل طنوسي. انا قررت اعتزل العمل ودي استقالتي. اني عامل عمل ايه راجل انت؟ احنا عندنا اي عمل؟ هي حيال قضية واحدة هي اللي احنا شغالين فيها دي. يلا حسن الختام بقى يا حاجة. دنيا فانية والانسان فيها ضيف، وانا مش عايز حاجة من الدنيا غير المعاش بتاعي. الله، هو ايه الاعتزال والاستقالة اللي متفشية عندنا دي؟ انا مش عايز غير المعاش بتاعي 350 جنيه هديهم للمعلم سعيد مصاريف الجنازه بتاعتي. هو سعيد ابو النجا هو اللي سمم افكاره. واحنا هنعرف نتفرج يعني؟ ما خبيش عليك بقى، انا كمان بدات اتاثر بالحكايه دي. لا 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 لا، المشكله مش في سعيد ابو النجا ولا شغلته، المشكله تكمن في ان هناك سبب عند طنوسي ومعتمد. بدأ يكبروا في السن وده شيء طبيعي. لا شوفي، أبوك يا عم معتمد يعاني من الوحدة، أنا وإنتي طول النهار والليل مشغولين، هو مش لاقي حد يسمعه، مش لاقي حد يتكلم معاه. صدق عندك حق، زي ما خدتش بالي من الحكاية دي. ودي نفس مشكلة طنوسي، هما الاتنين لما اتكلموا مع سعيد أبو النجا لقوا في كلامه سكة للخروج من اللي هما فيه فقرروا الاعتزال. صدق بابا من ساعة ما عرف سعيد ده كأنه كبر في عمره 50 سنة كمان. طبعا على فكرة، إذا عرفنا السبب ممكن هم يشفوا من المرض اللي هم فيه. إيه رأيك؟ باباكي لازم يتجوز.
بتقول ايه يا فاضل؟ هجيب لنفسي مرات قبض تشدني من شعري؟ الله، شكرية، لازم تضحي علشان ابوكي. ايه شكرية؟ بلاش انانية. انت عاوز تضحك الناس علينا يا فاضل؟ لا، ده مش جواز، ده علاج. يعني احنا بنجوزه دواء. يعني ايه؟ بابا هيتجوز اسبرينة؟ طب انت عندك عروسة بقى يا اخويا ولا لسه هتدعوز الخطبة؟ شكرية، من غير تريقة، احنا الاول نعرض الامر على معتمد، واذا وافق على المبدأ نبقى ندور على العروسة. هندور على العروسة ولا هندور على السيدة ابو النجا ولا على مين؟ والولد طنوسي كمان عايزين نفرح بيه ونجوزه بالمرة، هيحس بأهمية كده في حياته. خلينا نفرح بأولاد بقى حوالينا، ولوني حاسس ان طنوسي هيخلف يا ربوع لكن هيحس بأهميته. يلا تعالي بقى نشيع البهجة في حياتهم. الدنيا احنا فيها ضيوف يا طنوسي. ايوه معتمد، دنيا متفاتل اهلها. يا رب احسن ختام يا رب. الحمد لله ان ربنا وقعنا في المعلم سعيد ابو النجا عشان يفتح عينينا على حاجات كتير ما كناش واخدين بالنا منها. مساء الفل يا جماعه. ردوا ليه مش بتردوا؟ يا مساء الورد والجمال والقمر المنير. يا القمر المنير، لكم حق تفرحوا بالدنيا. سرقاكم السكينه مخدوعين بيها. يلا عم طنوسي، يلا عم معتمد، البسوا هدوم العيد عشان احنا خارجين. خارجين فين يا ابني؟ اللي زينا بينام بدري. ليه بس يا بابا؟ هنروح الملاهي وناكل فشار ونركب مراجيح. لا 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 لا، مراجيح لا، انا بخاف من المراجيح. لا يا سيدي، ده يعتبر مرح يعني وعلى سبيل البهجه. لا والشباب. لا والشباب ايه يا بنتي؟ ده الملاهي في منتهى الخطوره يا فاضل يا ابني. انت ممكن تكون راكب المرجيحه تقع من المرجيحه تتكسر رقبتك، ولا ممكن تقع على ظهرك يتكسر الحوض، ولا تتكسر رجل من رجليك وتعيش طول عمرك في الجبس والعنايه المركزه والعلاج الطبيعي، ولا ممكن تخش البيت بتاع الرعب ده يجي لك هارت اتاك تروح فيها. بس خلاص يا عم معتمد، انا نفسي اتسدد خلاص. يا بابا ارجوك اتوسل اليك، اخرج بقى من الحاله اللي انت فيها دي. انا بنتي في السن ده اروح الملاهي؟ طب ايه رايك يا عم معتمد، حل تاني ممكن نجوزك. ايه انت بتقول ايه يا فاضل يا ابني؟ انا مش قصدي كده، يعني انا قصدي ندور لك على شريكه للعمر. شريكه للعمر؟ انا اللي بدور على النهايه؟ لسه هبتدي وادور على البدايه وشريكه للعمر؟ عمر ايه يا فاضل يا ابني؟ هو فاضل في العمر بقية؟ بص يا بابا، لو انت حامل همي وانك هتجيب لي مرات اب تعذبني، انا عمري ما هكون انانيه. انا موافقه يا حبيبي. انا رافض، انا مش موافق، انا مش عايز حاجه من الدنيا، انا زهقت الدنيا باللي فيها. لا حول ولا قوه الا بالله. شفت حاله ابويا وصلت لايه؟ ولا الاستاذ طنوسي؟ انتوا عارفين حاله المعلم معتمد دي بتفكرني بمين؟ مين؟ بعم الله يرحمه. عمك؟ هو كان اسمه ايه؟ لا قصدي هو كان اخو ابوك يعني؟ كنت اقول له عم ابو النجا بلاش تتشائم. كنت بتقول له يا عم ابو النجا ولا يا عم حاجه ابو النجا؟ لا احنا عيله مؤدبه ومحترمه لمؤاخذه، ما كنتش اقول له انده له كده باسم مجردا يعني، كنت اقول له باسم العيله يا عم ابو النجا. خساره. بعدين طب ما تحكي لنا عن عمك ده، واضح ان هو شخصيه ساحره يعني. يوم ما كان مسافر. هو كان مسافر؟ انا من ساعه ما وعيت على الدنيا وهو مسافر في بلاد بره. قربنا يوصل بس للاسم. كان لما يروح المطار لمؤاخذه عشان ياخد الطياره يخاف للطياره تقع بيه. يا كان متشائم لدرجه دي عمك حسنين ابو النجا؟ مش عرفك ان اسمه حسنين؟ لا انا خبطتها كده جت معايا يعني. المهم بقى يعني احكي لنا عليه، واضح انك بتحبه قوي. وهفضل احبه، الله يرحمه، كان اللي في جيبه مش له. واخر مره شفت عم حسنين ابو النجا امتى؟ احنا في ايه ولا في ايه يا استاذ فاضل؟ خلينا احنا في حاله الاستاذ معتمد والاستاذ طنوس، دول حالتهم بقت وحشه قوي، فهموا كلامي غلط ويجب ان احنا نفوقهم.
ايه عندك عروسة؟ لا عندي كلمتين هيفوقوهم. دي وجهة نظر اللي عايز يقعد في الدنيا وما يعملش حاجة. حجة عشان نقعد ونكسل. اللهم احسن خواتمنا يا رب. مش لازم نستعد يا عم سعيد؟ ايوه يا عم نستعد بالعمل الصالح مش بالاعتزال. احنا عملنا اللي علينا واخد بالك انت ازاي؟ وجا بقى الوقت اللي احنا نستريح فيه. لسه يا عم طنوسي الدنيا مليانه خير مستني اللي يقوم بيه. وبنتك يا عم معتمد محتاجالك. والمحل بتاع السمك ده شوف ده باب رزق لكام عيله. لو قفلته يبقى شربت كام عيله. الحياه يا عم معتمد عايزه اللي يعيش فيها عشان يكتر الخير ويقوم بيه. انا بقى لا ليا لا اهل ولا ليا عيله ولا ليا حد. الدنيا كلها اهلك والناس دي كلها عيلتك. اعمل خير ورمي البحر. حياتي كلها كانت مرتبطه بالبحر. السمك كان في البحر. احلى كابوريا وجمبري يطلع من البحر. البلنسات بتاعت الصيد كانت في البحر. طب والامراض اللي ماسكه في جسمي دي؟ من البحر. انت اللي دخلتها في جسمك وكل ما هتقعد كل ما هتزيد. الحركه بركه يا عم اعتمد. بس ده ما كانش كلامك الاول يا عم سعيد. انت اللي خدت نص كلامي وما فهمتش معناه. اللي ما احنا عملنا باللي انت شورت علينا بيه. فهمتوا المشوره غلط. احنا صحيح ضيوف على الدنيا لكن اللي متغطي بيها عريان. هو ده فعلا الكلام. احنا متشكرين قوي على الكلمتين المتشائمين دول. متشائمين ايه؟ لا يا حضرات، اللي عايز يعيش في الدنيا مرتاح لازم يعمل لدنياه كانه يعيش ابدا ويعمل لاخرته كانه يموت غدا. على مالك يا شكريه؟ احنا هنجري ولا ايه؟ مش مصدق ان احنا خلاص هنديله شنطه ونخلص. انا مش مصدق ان احنا وصلنا لسعيد ابو النجا بالسرعه دي. اوعى تقول انك لسه شاكك. انا متاكده ان هو. على العموم هو يستاهل كل خير. بص احنا نقول له على موضوع الشنطه ده بالراحه. احسن يجرى له حاجه. عندك حق. انا هقول له ان الشنطه دي فيها هدوم. يا حرام عندهم مية. معلش تعالى. بابا انت بتعمل ايه هنا؟ وفين المعلم سعيد؟ مالك يا بابا؟ المعلم سعيد توفي الى رحمه الله تعالى. مات النهارده الفجر. انا لله وانا اليه راجعون. يبقى لازم ندور على ورث عشان نديهم الشنطه. ولا هتدوروا على ورثه ولا على دياوله. مش هو سعيد ابو النجا الحقيقي ان انتوا بتدوروا عليه؟ ازاي؟ ده عمه اسمه حسنين وكان مسافر بره. ايوه عمو حسنين ابو النجا اللي كان عايش بره توفي من 25 سنة في حادثة الطيارة. شكرية. نعم يا فاضل. رجعنا للصفر تاني يا شكرية. والنكتة حبة وبعد حبة الحبة تكبر وتبقى قبة محامي كعب داير. طنوسي. نعم طنوسي هات الكشف يا طنوسي. سعيد ابو النجا تاجر. شارع عادي جدا. بدايه مبشره. انا جيت بس عشان اثبت لكم قضيه ابو النجا دي ما بتخلصش. لا انا كمان جيت عشان اثبت ان الاساتذه عاوزين يثبتوه. انا عندي احساس يا جماعه ان التاجر ده هيطلع سعيد ابو النجا لان المعلومات بتؤكد ده. كل مرة بنقول كده وفي الآخر نقع في نفس الدوامة تاني. أما نعتمد أنا ما ضربتش حد على إيده عشان يجي معايا. يا ابني وأنا اتكلمت. لا أنا قصدي أقول لكم يعني عشان تبقوا عارفين أنا قادر على إني أحل أي لغز بنفسي مش مستني مساعدة من حد. إيه ده؟ طلع ما فيهاش مشكلة يا طنوسي. إيه يعني؟ أنا عايزة أروح. تعالي. خايفة يا أستاذة ولا إيه؟ أنا ما بخافش من حاجة بس أنا مش بحب الحاجات دي. خديني معاك يا بنتي أنا ركبي مش شايلاني. وأنا طيارة وفررة من هنا. إيه ده؟ كلكم تتخلوا عني في لحظة المواجهة؟ واجه لوحدك يا فاضل. إحنا متفقين ومتعهدين على الحلوة والمرة. مش كنا متعهدين ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين؟ أنا أولاً ما أعرفكش. باي باي. خديني معاك. عم معتمد لقد عهدت فيك الشجاعة والإقدام
فهل ستتخلى عني؟ أرجوك لا تخذلني. أنا أبني معاك بقلبي لآخر لحظة في حياتي. هيا بينا يا بني. يلا بينا. أعمل معروف فيا يا ابني. خليني أخد تاكسي وأروح أنا كمان. اسمك اسمك يا عم معتمد. إيه في إيه خوف هنا؟ في إيه يقلق هنا؟ ما هو دكان ما فيهوش أي حاجة. كفنين ثلاثة وخشبة وشوية موارد وحاجات كده. مش عارف يا ابني، أنا زي ما يكون قلبي مقبوض ليه، مش عارف. لا أوهام في دماغك وبس وخلاص. المهم نشوف صاحب المحل هو فين. محل إيه؟ الظاهر إن إحنا جينا في وقت غير مناسب، إحنا نمشي ونعدي عليه في وقت تاني. أيوة يا ابني. يا أهلاً وسهلاً، يا أهلاً وسهلاً، يا مرحب. ولا ياسر. أيوة. خد وقت الشغل ده في الماء بتاع كلون. أهلاً وسهلاً. صباح الخير يا معلم. صباح الفل والنرجس والياسمين. أهلاً وسهلاً. إحنا بنسأل عن صاحب الدكان. أنا صاحب الدكان سعيد أبو النجا. تشرفنا. تشرف من إدارك. اتفضل يا أستاذ، ده أنت هتقع من طولك. اتفضل ارتاح. اتفضل. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة، كنا فاكرينك تاجر ولا مؤاخذة يعني. هنعمل ايه؟ الناس بتتشائم مع ان الموت علينا حق. اهلا وسهلا. انا وارث المهنة دي ابا عن جد. دي مهنة عائلية لا مؤاخذة، ثم ان انا كمان غويها. غويها. وحلو قوي ان الانسان يخدم ابناء الانسانية. يا سلام، انا ما كنتش فاكر ان المهنه دي بالانسانيه دي كلها. هنعمل ايه؟ مهنه زي كل المهن، زي ما في ده بتولد في حانوت بيدفن لا مؤاخذه. اي خدمه اقدر اخدمكم؟ بالنسبه لي انا مش عايز اي حاجه. انا فاضل السنكاري المحامي. محامي؟ سلام قولا من رب رحيم. لا مؤاخذه يا استاذ، معلش، اصل تقول لي بتتشائم من ايه؟ اقول لك بقى تشائم من اتنين، الاهطل والمحامي. علينا احنا الاتنين يعني، انا المحامي. طب حضرتك بتتشائم ليه من ايه المحامي؟ انا فاهم تقصد ايه. زي الحانوتي ماله علاقه بالراحه الابديه، المحامي كمان له علاقه بالتعب الازلي. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف يا معلم، انا مش جاي لك بصفتي محامي، لا، ده انا بعمل بحث عن المهن، وعايز اعمل بحث عن مهنة حضرتك يعني، وعن وضعها القانوني من ناحية المسائل التقصيرية. وماله يا ابني؟ اديك بتعمل اللي عليك في الدنيا الفانية دي. يعني انا مش هزعجك يعني لو اخدت من وقتك السمين ساعتين ثلاثة؟ ابدا يا استاذ، انت تشرف. حدد المكان والزمان. بكرة الصبح ان شاء الله؟ ماشي، بكرة الصبح. وهو يبقى دعاية للمحل بدل السوق ما هو حاله واقف كده. رزقها يا رب. شكرية. عايز ايه؟ على فكرة أنا ممكن أساعدك يعني، ما تكسفيش، أنا كنت ال 15 على الدفعة يعني. وإيه يعني؟ أنا مش عايزة منك حاجة، المذكرة كلها في دماغي. أنا بس بدور على المدخل. المدخل الحماسي اللي يخلي القاضي يتشد لي ويتعاطف مع موقفي. اللي يخلي القاضي يتشد لك ويتعاطف مع موقفك انك تدخلي في صلب الموضوع. طب عشان خاطري يا فاضل. خلاص يا ستي، عشان خاطري انا هكتبها لك بكره الصبح ومش هقول لحد. ميرسي يا فاضل. بقول لك يا فاضل، ممكن يعني ممكن اطلب منك خدمه وما تناقشنيش فيها؟ عشان تطلبي خدمه ده من حقك، انما مش معقول تلغي شخصيتي بعدم المناقشه. طيب ناقشها بس في الاخر اعمل اللي انا عاوزاه برضه. ممكن ما تروحش للحنوتي ده تاني؟ ليه يا شكري؟ بصراحه بقى فعل مش حلو، وكمان انا خايفه عليك منه. خايفه عليا منه؟ ده راجل طيب جدا، ده مش ممكن يأذي نمله. انا عارفه يا فاضل، بس انا من ساعه ما عرفت انه حنوتي دوت بيها اخرته. اللهم احسن خاتمنا يا رب. يا سلام يا معلم سعيد، انت كنت فين من زمان؟ كل شيء بقى اوان. ايوه كل شيء بقى اوان، علشان كده انا بقى النهارده جاي لك في شغل يا معلم سعيد. شغل ايه يا حاج معتمد؟ انا يا معلم سعيد
لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يا معلم سعيد. خير؟ أنا عشت عمري ما بحبش حد يتعب معايا في حياتي. فعلا أنت زي الريشة. وعشان كده برضو عايز أبقى زي الريشة في مماتي يا معلم سعيد. عايز الناس تبقى مرتاحة في مماتي زي ما كانت مرتاحة في حياتي. علشان كده عايزك تتولى العملية من الألف للياء عشان في مماتي أموت وأنا مرتاح وأنا في الخدمة. أيوة بس إيه، ما تجيبش سيرة للفاضل ولا الشكرية بالموضوع ده. ماشي زي ما تحب. قلت لي بقى هتاخد مني كام؟ الله، ما بين الخيرين حساب. ايوه يا معلم سعيد، بس ربنا اسمه الحق، والحق حبيب الله، وكلنا اخوات نتحاسب. ما انت عارف يا معلم معتمد، الاسعار بقت نار دلوقتي وكل حاجه في ارتفاع. الله. انت هتقول لي الكلمتين اللي بتقولهم لكل زبون يا راجل انت؟ لا قول لي بقى هتاخد مني كام؟ شوف بقى، عشان انت صاحبي وحبيبي هاخد منك نص باكر، يعني 500 جنيه شامله الحنوط والكفن والمغسل، وكمان هديه من عندنا الفئ اللي هيقرا على التربه كده. بس مش شايف ان هم كتير؟ يعني اقصد انك انت يعني تكرمني. رب زبون يا معلم سعيد. لا لا يا شكريه الله، واحنا مش عرفنا ان سعيد ابو النجا دخل الجيش ولا لا؟ يا سيدي انا بقول جايز جايز، يعني ساعتها لو كشفنا عن اوراقه في الجيش يمكن نلاقي كشف باسامي العيله. لا لا لا، دي عمليه صعبه ومعقده وغير مجديه. طب نعمل ايه يا فاضل؟ اكيد يعني في وسيله تانية. قول لي يا فاضل، انت ايه رايك في المعلم سعيد؟ من ناحيه ايه يعني؟ اخلاقه، ذمته. هو رجل فاضل يعني مش طمعان في الدنيا. لا شوفي، اللي في مهنته ده لا يمكن يكون طمعان في الدنيا. طب ما كده كويس قوي، يبقى انت تدخل مباشرة في الموضوع وتسأله، انت اسمك سعيد ابو النجا؟ قريب واحد اسمه حسنين ابو النجا، واكيد مش هيكذب عليك. لا لا لا، انا ما اقدرش اجازي في المجازفة دي، انا لازم ضميري يبقى مستريح، ما اقدرش انام الا وضميري مرتاح. الله، اضمن منين ان هو ما يطلعش كذاب وطمعان في الشنطة؟ يعني نعمل ايه؟ انا عندي فكرة كويسة. ايه رأيك لو انا وانت نقنعه بانه يعمل وصيته؟ في الحالة دي هنقدر نقرب منه ونعرف مين قرايبه ونشوف حسنين ابو النجا منهم ولا لا. ادخل. اهلا. ممكن اخد من وقتكم 5 دقايق؟ عايز ايه يا عم طنوسي؟ انا قررت اعتزل العمل ودي استقالتي. انهي عمل؟ عمل ايه يا راجل انت؟ احنا عندنا اي عمل؟ هي حيالة قضية واحدة هي اللي احنا شغالين فيها دي. يلا حسن الختام بقى يا حاجة. دنيا فانية والانسان فيها ضيف، وانا مش عايز حاجة من الدنيا غير المعاش بتاعي. الله، هو ايه؟ ايه الاعتزال والاستقالة اللي متفشية عندنا دي؟ انا مش عايز غير المعاش بتاعي 350 جنيه هديهم للمعلم سعيد مصاريف الجنازه بتاعتي. هو سعيد ابو النجا هو اللي سمم افكاره. واحنا هنعرف نتفرج يعني؟ ما اخبيش عليك بقى، انا كمان بدات اتاثر بالحكايه دي. لا 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 لا، المشكله مش في سعيد ابو النجا ولا شغلته، المشكله تكمن في ان هناك سبب عند طنوسي ومعتمد. بدأ يكبروا في السن وده شيء طبيعي. لا شوفي، أبوك يا عم معتمد يعاني من الوحدة، أنا وإنتي طول النهار والليل مشغولين، هو مش لاقي حد يسمعه، مش لاقي حد يتكلم معاه. صدق عندك حق، زي ما خدتش بالي من الحكاية دي. ودي نفس مشكلة طنوسي، هما الاتنين لما اتكلموا مع سعيد أبو النجا لقوا في كلامه سكة للخروج من اللي هما فيه فقرروا الاعتزال. صدق بابا من ساعة ما عرف سعيد ده كأنه كبر في عمره 50 سنة كمان. طبعا على فكرة، إذا عرفنا السبب ممكن هم يشفوا من المرض اللي هم فيه. إيه رأيك باباك لازم يتجوز؟ طب بتقول إيه يا فاضل؟ هجيب لنفسي مرات أب تشدني من شعري؟ الله،
شكرية لازم تضحي علشان أبوكي. يا شكرية بلاش أنانية. أنت عاوز تضحك الناس علينا يا فاضل؟ لا ده مش جواز، ده علاج، يعني إحنا بنجوزه دواء. يعني إيه؟ بابا هيتجوز أسبرينة؟ طب أنت عندك عروسة بقى يا أخويا ولا لسه هتدور زي الخطبة؟ شكرية من غير تريقة، إحنا الأول نعرض الأمر على معتمد، وإذا وافق على المبدأ نبقى ندور على عروسة. هندور على عروسة ولا هندور على السيدة أبو النجا ولا على مين؟ والولد طنوسي كمان عايزين نفرح بيه ونجوزه بالمرة، هيحس بأهمية كده في حياته. خلينا نفرح بأولاد بقى حوالينا. ولوني حاجة دفن النهاردة خمس جتت. هو على رأي المثل الخير على قدوم الوردين. طب الحمد لله. والظاهر انت كمان هيبقى وش خير علينا يا معلم. الله يخليك، انا الود ود كنت قافش لكم المحل ورد وزعف نخل، بس ده ضد سياسه المحل. ايوه طبعا وردك وصل يا معلم، المهم خلينا في الشغل. اقول لحضرتك بقى زي ما شرحت لحضرتك تيسيرا على العباد بدات نظام التقسيط، وانا بدات من هنا والمشاكل بدات من هنا. بقيت تدفع من جيبك بقى. اعمل ايه، واجب ولازم اديه، انما انا برضو عندي عيله، عندي بطون لازم تاكل، وجتت لازم تستحمى ولازم تتكسي وعلاج. عندك حق يا معلم. طيب هل ضمان التقسيط عباره عن شيكات ولا كمبيالات؟ لا كمبيالات لحين ما يصير. كويس قوي، هاتها بقى واحنا ان شاء الله هنجيب لك حقك لغايه عندك. عينيا، وانا ليكوا 10% من قيمه التحصيل، ايه رايك يا استاذ؟ انا رايي ان نخلي النسبه 5% كفايه يا معلم. ايه يا فاضل، هو يقول 10 وانت تقول 5 ليه؟ ايوه اذا كان المعلم مستعد يتنازل عن 5% من الناس يبقى ال 5% دي تتخصم من نسبتنا احنا. وماله، بس افهم ليه؟ عمل ضروري يعني؟ ايوه، ما هو الناس لما تحس ان هتوفر 5% يبقى في الحاله دي هيبقى عندهم رغبه في الدفع، واحنا بالنسبه لنا ده سهل علينا بدال المحاكم والدوشه ووجع الدماغ. كلام جميل، دي واحده. اتفضل يا استاذ، ادي كشف باسماء وعناوين المتاخرين عن السداد واصول الكمبيالات كمان، وده ما انت طلعت كريم انا كمان هتنازل عن 10%، يبقى المجموع 15%، وهو الواحد يبقى اشتهر اخرته بدنيته. وعلى راي المثل لما نرحم اللي في الارض يرحمنا من لا يغفل ولا ينام. تمام تمام. طيب الكشف اللي فيه الاسماء والعناوين هل كلهم زباين ولا فيهم قرايب؟ لا كلهم زباين. عندك حق يا معلم، التعامل مع القرايب بيجيب مشاكل. لكن انا اول مره اشوف تقسيط في ال... انا ما فهمتش جملتك الاخيره يا شكريه. مش مهم هي جمله ساخره، المهم انت كان قصدك ايه لما بتقول له قرايب وزباين وحاجات كده. شوف يا شكريه، احنا لينا هدف محدد وهو البحث والتاكد ان ده سعيد ابو النجا. انا كان عندي امل يطلع في الكشف حد من قرايبه يوم عن طريق ده نعرف اذا كان هو سعيد ولا لا. خلينا في اول اسم. طيب يا ستي بصي، اول اسم صابرين صالحين عوضين 156 حارة الرجل الاخضر. هي دي صح. هي دي صح. اه وده البيت صح. اه مجموع الديون المطلوبه منها 135 جنيه و14 قرش. ياه الاسعار بقت غاليه قوي، عايزين نعمل حسابنا الفاضل. خاف الله ولا فهم. مين؟ مش ده منزل الست صابرين مسافرين؟ مسافرين؟ يا ستي اسم ابوها معانا بس مش شايفين نقراه. اه اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بيكو. اتفضلي. احنا الوكلاء بتوع المعلم سعيد ابو النجا. الحرامي. سعيد ابو النجا مش الحرامي، سعيد ابو النجا الحنوتي. اللهم احفظنا. وانتم عاوزين ايه بقى؟ احنا عاوزين مصلحتك. اه وهنعمل لك تخفيض 20%. تخفيض؟ وانتم بتبيعوا ايه بالظبط؟ لا احنا مش جايين نبيع، احنا جايين ناخد. اصل حضرتك يا مدام مسافرين. صابرين. صابرين صابرين. معلش اصل انا مرترك، يعني الظرف اللي جايين فيه ظرف مش هو يعني الحقيقه. انت كنت مديونه للمعلم سعيد ابو النجا بمبلغ وقدره. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انتوا ما عندكمش احساس ولا دم ولا اخلاق. انتي صح، بس هدي اعصابك كده وما تتضايقيش. هو موت وخراب ديار؟ مش كفايه الراجل سابنا ولا قريب ولا غريب ولا معاش عايش منه؟ لولا حله المحشي اللي ببيعها دي
وبها بالصباح كان زماني بأشحت. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش بس قصدي ديون واجبة السداد. يا ناس حرام عليكم، خلي في عينيكم حصوة ملح. احنا متأسفين ومضطرين نحجز. لا أنا اللي هحجز الأول. تحجزي إيه؟ الحقوني الحقوني. يا سلام يا معلم سعيد. تعرف أنا طول عمري ما بحبش القهوة السادة، من يوم ما عرفتك وأنت خليتني أحبها. أصل القهوة السادة دي عم نعتمد ليها فلسفة عالية أوي. القهوة السادة من غير سكر بتفكرنا بمرارة الحياة. أيوة الحياة مرة. اسألنا أنا عن معنى الحياة. يا سلام يا معلم سعيد، انا من يوم ما عرفتك وانا حاسس ان انا مرتاح من جواي، حاسس ان انا بعيش لحظه حياه في سلام، في طمانينه. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ايه بس مين اللي يقرا ومين يسمع؟ دنيا غداره بتضحك علينا، والشاطر بقى اللي يضحك عليها وياخد منها الحسنات. وانا بشوف كوابيس وحشة قوي. ليه؟ دي مهنة زي كل المهن. طب ما هو كان ممكن يطلع جزار ولا قهوجي ولا مكواجي، ايه المشكلة؟ لا المشكلة انه حنوتي. عادي يعني فاش اي حاجة. لا ايه يعني حنوتي؟ دي مهنة ومهنة محترمة، وخاصة ان الموت علينا حق. انا عارفة يا فاضل، وعارفة كمان ان البني ادم في الدنيا ضيف. أيوة دي حقيقة يا شكرية. والحقيقة الأكبر كمان إن الأعمار بيد الله، وإن الواحد ساعة ما يحين الأجل ما يقدرش يمنعه، وإن ربنا سبحانه وتعالى زي ما وهب لنا الحياة علشان نعبده، هو برضو اللي هيخلينا نرجع له علشان يبتدي الحساب، وكل حسب عمله. خلاص يا عم، أنا قلت لك وانت حر. أنا بس كنت عايزاك تعرف إني مش مرتاحة للراجل ده ولا لدخلته علينا، ولو إني يعني هو إيه اللي هجيبه عندنا. ما شاء الله رزق في رجلي أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ملناش نصيب. ايه ده؟ يا اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. اهلا اهلا اهلا. ده ايه النور ده كله؟ ده نورك اخويا. اتفضل اتفضل استريح. الله يخليك. مش ده برضو مكتب المغفور له الاستاذ فاضل السنكري؟ مغفور له الاستاذ فاضل السنكري، الحمد لله بخير وحي يرزق. هو ده الغلط، اكبر خطا. الرحمه تجوز على الحي واللي مش حي. لو ان كلامك غريب شويه، انما انت زبون والزبون دائما على حق. انا احب قوي اللي يرحب بالزبون، لاننا في النهايه كلنا زباين. النهارده انا زبون عند الدكتور، انت بكره زبون عند المحامي، انا بعديها زبون عند الحنوتي. لا 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 ما ايوه طبعا طبعا، بس انا ليا تحفظ برضو عن ان الواحد يكون زبون عند الله. المعلم سعيد الخامس. ايه ده انت تعرفه يا معلم معتمد؟ الله عز المعرفه، ده المعلم سعيد ابو النجا الخامس الحنوتي. ايه حن 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 حنوتي. الله ما تمسك نفسك امال يا استاذ. عن اذنك بس حدي خبر للاستاذ فاضل وجاي. حن 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 حنوتي. ما هو معذور برضه، اصل حضرتك فاجئته خطوة. إنما أحسن حاجة برضو إن هو يواجه الحقيقة. خطوة عزيزة يا معلم سعيد. الله يعز مقدارك ويرفع عنك الجهل يا رب. الحمد لله معايا توجيهية قديمة. لا أنا بتكلمش عن الشهادات يا أستاذ، أنا بتكلم عن الجهل بالحياة وحقائقها. إيه الناس كلها فاكرة إنها هتخلد ومش عارفة إنها هتيجي عليها يوم وتخلع. أيوه
وانت كلك خبرة يا معلم سعيد. مش مسألة خبرة، المسألة مسألة استعداد للرحلة. الرحلة ناخد لها زاد من التقوى والورع واتقاء الله. هي دنيا غرورة والإنسان مغرور، وهو نفس طالع ويا عالم إذا كان ده آخر نفس ولا لسه في العمر بقية. والإنسان لازم يستعد. يا سلام يا معلم سعيد، انت كنت فين من زمان يا راجل؟ انا كنت محتاج لإنسان زيك يبصرني يوعيني يقول لي الكلام ده في الوقت المناسب. ايه دنيا الإنسان فيها ضيف. ايه ضيف وفاكر انه هيخلل وهو مجرد ضيف. طول عمرنا واحنا ننتش ان فين بقى واحنا في الاخر ضيوف على وجه الدنيا. والشاطر اللي هو يلحق القطر قبل القطر ما يفوت ويرجع يقول ايه اللي جرى مكان. يا سلام يا سلام، ودايما لوجه الله سبحان الله. انا اشكرك جدا يا معلم سعيد. يا ريت يا معلم سعيد من النهارده انا عايزك تكون صاحبي يا معلم سعيد. تبعدين حنوتي تقولي كويس يا فاضل. ايوه طبعا، علشان احصل منه على مزيد من المعلومات. دخل بيتنا يا فاضل، هيشرب قهوتنا يا فاضل. انا مش فاضي اسمع هذه المهاترات. ده طيب قوي يا اساتذه. طيب لنفسه اللهم احفظنا. طيب قدامي بقى اتفضلي. على فين؟ هتيجي معايا تقابلي سعيد ابو النجا ولا انت خلاص الخوف لغى عقلك ولغى تفكيرك المنطقي؟ انا بخاف من اللي خلاني وبس. طب قدامي بقى. لا قدامي. لا اقول لك قدامي. لا حرام عليك حرام عليك، ما عندكش اخوات بلد. ادهم لله. الله يبقى حياتك اخويا. نورت يا معلم سعيد. اهلا 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 وسهلا. ده ايه الزياره اللطيفه دي يا معلم سعيد؟ الله يخليك، ده انتوا اللي ناس ذوق والله العظيم، ناس ذوق اخر ذوق. وكفايه ان انا خرجت من عندكم بهديه كبيره قوي. ايه الهديه اللي خرجت بيها من عندنا؟ المعلم معتمد صديقي، انا وهو قرر ان احنا نبقى اصدقاء طول العمر ما بقي لنا من حياه. والله وعشت وبالك صديق يا سعيد يا ابو النجا. طول عمري ما كانش ليا صديق، ما اعرفش ليه يا اخي. لا انا عارف ليه يا معلم. أقدم لك شكرية تبقى مراتي وشريكتي في المكتب. ما شاء الله ما شاء الله، يا أرض احفظي ما عليك. صحيح، الطيبون للطيبات. طب أنا استاذن بقى معلم سعيد. اتفضل أخوي. مع السلامة. الله يخليك. وأنا هبقى أفوت عليك زي ما اتفقنا. أنا رايح أرتاح شوية في الأوضة. اتفضل أخوي. كلنا ضيوف يا معلم سعيد، كلنا ضيوف. اتفضل. معلش الدنيا من فاتة يا أخويا. والله انتوا ناس طيبين قوي. طيبين يعني. اتفضل يا معلم اتفضل. انت اللي طيب طيب واكيد عيلتك كمان كلهم طيبين، يعني اخوالك وعمامك كلكم طيبين، جميع اهل ابو النجا الكرام. اهي الدنيا فيها كده وكده يا استاذ، انا جاي لكم عشان ابقى زبون عندكم. حضرتك تبقى زبون عندنا احنا؟ اصل انا عامل في المحل عندي نظام التقسيط. ايه ده انت بتقول يا معلم؟ هو التقسيط كمان في ال الله، اصل دي مصاريف وفي ناس غلابه ما بيعرفوش يدفعوا، فانا بقسط عليهم يدفعوا كل شهر حاجه. حول ولا قوه الا بالله، الدنيا ما فيها. وفي ناس بقى لما اغزق بيبلطجوا بقى وما بيرضوش يدفعوا، فانا بقى عايزكم انتوا تدفعوا لي عليهم قضيه بالشيكات اللي انا واخدهم عليها. شيكات؟ وحضرتك واخد شيكات على الناس اللي عايشة ولا الناس لا 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 لا، انا واخد شيكات على الورثة. ايه قولك؟ والله يا معلم احنا تحت امرك، واطمن اديني بس المستندات واحنا هنريحوه. انا مش هستريح غير لما الراجل ده يمشي من هنا واكسر وراه زير مليان مية بموارد وكمون. سبحان الله، معقولة؟ الله، حتى الحنوتي عنده تقسيط. سبحان الله، مصائب قوم عند قوم فوائده. إنما أنت إيه رأيك فيه يا شكرية؟ والله أنا في الأول كنت خايفة منه. بس لما قعدنا واتكلمنا معاه شوية لقيته راجل طيب خالص. طبعا لازم يبقى طيب
ده راجل عايش جنب الحقيقة، يعني لازم يكون ممتلئ هدوء وثقة بالنفس. ولا ماشي جرى ايه يا عم طنوسي؟ في ايه؟ زي ما يكون دخل علينا في المكتب قفة عقارب. ما هو لا مؤاخذة اعذرني يا استاذ، انا اول مرة اشوف واخد بالك انت ازاي نوتي. ما تخافش، وعلى فكرة اتعود انك هتقابله كتير عشان بقى زبون عندنا هنا في المكتب. ايوه بس المهم ان احنا ما نبقى الزباين عنده. يا سيدي يجي اليوم كلنا نحتاج لخدماته. بس تفتكر ان هو ده سعيد ابو النجا الحقيقي؟ والله انا باجري معاه حوار تقليدي بناء على امل انه يطلع هو. يعني هو ده سعيد ابو النجا اللي هيورث كل هذه الثروه الطائله؟ ايه ثروه طائله؟ فين دي؟ يعني اقصد يعني الشنطه. انت شعرفك في ايه في الشنطه يا تنوسي؟ خدت الامانه وفتحت الشنطه. لا كابتن قطع ايدي يا استاذ، انا قصدي يعني ان الشنطه اكيد مليانه عملات محليه وعملات اجنبيه. هو حسنين ابو النجا هيسيب ايه لابن اخوه في شنطه زي دي يورثها غير مجوهرات بقى وعملات ثروه؟ جايز وجايز لا. الشنطه واللي فيها امانه لغايه ما نوصلها لصاحبها. بس عين الكرسي ده يا شكري. يا اخوي مالك يا بابا؟ في ايه؟ ما ماليش يا بنت. ما مالكش ازاي؟ امال ايه العصايه اللي في ايدك دي؟ يعني جايبها منين وشايلها ليه؟ انسان غرور شايف الجاهل، دي هي اللي شايلاني مش انا اللي شايلها. لما انت ماشي من غيرها معتمد يبقى لازمتها ايه؟ ده كان زمان يا طنوس، كان زمان. يلا حسن الختام. الحمد لله كنت شايلها للزمن. طيب خلاص خليك ماسكها، انت حر ما دام مريحاك، وبعدين اهو نوع من الوقار. اسمعها فاضل يا جوز بنتي، انا عايز اوصيك وصيه قبل ما اروح، وقدام عمك طنوس الشاهد وشاهد علينا كلنا اللي فوق اللي لا يغفل ولا ينام. بس يا بابا هدي نفسك، ده كلام يتقال برضه الساعة 10 الا ربع بالليل. عايز اطمن عليك يا شكرية. ما انت جوزتها خلاص، ايه هتطمن عليها ايه اكتر من كده؟ ايوه عايز اكتر من كده، عايزك توعدني يا فاضل انك انت تحطها في عينيك من بعدي. دي واحدة مية يا فاضل، ملهاش اخ ولا اخت، ملهاش غيري انا. الله انت بتشحط عليا ليه يا راجل انت؟ هي ايه الحكاية يا عمي؟ حكاية ايه يا ابني؟ انت مش عايز تودي لانك انت هتحطها في ايديك. الله ده على ايه يا ظالم من بعدي؟ يا عم صلي على النبي، هدي روحك، هدي روحك مش كده. ربنا يديك الصحة يا بابا. هو انا صدر مني حاجة يعني لا سمح الله في حقها؟ ما انا براعيها اهو. ايوه بس عايزك تودي، عايز اطمن. اوعده اوعده يا استاذ وخلصنا. خلاص اوعدك يا سيدي. ايوه أنا كده ارتحت بصراحة يا أولادي. أنا من ساعة ما قعدت مع سعيد أبو النجا وأنا عيني فتحت على حاجات كتير كانت عيني مغمضة عنها. أنا عارفة موضوع سعيد أبو النجا ده مش هيخلص إلا لما يخلص علينا كلنا. الحمد لله الحمد لله إن أنا عيني فتحت. خلي بالك من نفسك. أنا داخل ارتاح. يا اخوانا كلام عم معتمد غريب جدا، انا اول مره اراه في كل هذا التشاؤم. لا حول ولا قوه الا بالله، بقى ده المعلم معتمد شكله حيمشي ويسيبنا واحنا وراه. استر يا رب. طب اتفضل انت وانا هبعت الرجاله والكفه. على خير سلامك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضلوا شكرا. اتفضلوا. ولا قهوه ولا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم. اهلا. عامل ايه؟ الحمد لله رضا والحمد لله، الشغل ماشي جامد. هو انت بتقول خمسه ليه؟ ايوه اذا كان المعلم مستعد يتنازل عن 5% من الناس يبقى ال 5% دي تتخصم من نسبتنا احنا. وماله؟ بس افهم ليه؟ عمل ضروري يعني؟ ايوه ما هو الناس لما تحس ان هتوفر 5% يبقى في الحاله دي هيبقى عندهم رغبه في الدفع، واحنا بالنسبه لنا ده سهل علينا بدال المحاكم والدوشه ووجع الدماغ. كلام جميل. دي واحده. اتفضل يا استاذ، ادي كشف اسماء وعناوين المتاخرين عن السداد واصول الكمبيالات كمان.
وادام انت طلعت كريم انا كمان هتنازل عن 10%، يبقى المجموع 15%، وهو الواحد يبقى اشتهر اخرته بدنيته. وعلى راي المثل لما نرحم اللي في الارض يرحمنا من لا يغفل ولا ينام. تمام تمام. طيب الكشف اللي فيه الاسماء والعناوين هل كلهم زباين ولا فيهم قرايب؟ لا كلهم زباين. عندك حق يا معلم، التعامل مع القرايب بيجيب مشاكل. لكن انا اول مره اشوف تقسيط في ال... انا ما فهمتش جملتك الاخيره يا شكريه. مش مهم هي جمله ساخره، المهم انت كان قصدك ايه لما بتقول له قرايب وزباين وحاجات كده. شوف يا شكريه، احنا لينا هدف محدد وهو البحث والتاكد ان ده سعيد ابو النجا. انا كان عندي امل يطلع في الكشف حد من قرايبه يوم عن طريق ده نعرف اذا كان هو سعيد ولا لا. خلينا في اول اسم. طيب يا ستي بصي، اول اسم صابرين صالحين عوضين 156 حارة الرجل الاخضر. هي دي صح. هي دي صح. اه وده البيت صح. اه مجموع الديون المطلوبه منها 135 جنيه و14 قرش. ياه الاسعار بقت غاليه قوي، عايزين نعمل حسابنا الفاضل. خاف الله ولا فهم. مين؟ مش ده منزل الست صابرين مسافرين؟ مسافرين؟ يا ستي اسم ابوها معانا بس مش شايفين نقراه. اه اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا بيكو. اتفضل. احنا الوكلاء بتوع المعلم سعيد ابو النجا. الحرامي. سعيد ابو النجا مش الحرامي، سعيد ابو النجا الحنوتي. اللهم احفظنا. وانتم عاوزين ايه بقى؟ احنا عاوزين مصلحتك. اه وهنعمل لك تخفيض 20%. تخفيض؟ وانتم بتبيعوا ايه بالظبط؟ لا احنا مش جايين نبيع، احنا جايين ناخد. اصل حضرتك يا مدام مسافرين. صابرين. صابرين صابرين. معلش اصل انا مرتبك، يعني الظرف اللي جايين فيه ظرف مش هو يعني الحقيقه. انت كنت مديونه للمعلم سعيد ابو النجا بمبلغ وقدره. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انتم ما عندكمش احساس ولا دم ولا اخلاق. انت صح، بس هدي اعصابك كده وما تتضايقيش. هو موته خراب ديار؟ مش كفايه الراجل سابنا ولا قريب ولا غريب ولا معاش عايش منه؟ لولا حلة المحشي اللي ببيعها دي وابيعها بالصباع كان زماني بقاش حد. لا حول ولا قوة الا بالله. معلش بس اصل دي ديون واجبة السداد. يا ناس حرام عليكم، خلي في عينيكم حصوة ملح. احنا متأسفين ومضطرين نحجز. لا انا اللي هحجز الاول. تحجزي ايه؟ الحقوني الحقوني. يا سلام يا معلم سعيد، تعرف انا طول عمري ما بحبش القهوة السادة. من يوم ما عرفتك وانت خليتني احبها. اصل القهوة السادة دي عم نعتمد ليها فلسفة عالية قوي. القهوة السادة من غير سكر بتفكرنا بمرارة الحياة. ايوه الحياة مرة. اسألنا انا عن معنى الحياة. يا سلام يا معلم سعيد، انا من يوم ما عرفتك وانا حاسس ان انا مرتاح من جواي. حاسس ان انا بعيش لحظه حياه في سلام، في طمانينه. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ايه بس مين اللي يقرا ومين يسمع؟ دنيا غداره بتضحك علينا، والشاطر بقى اللي يضحك عليها وياخد منها الحسنات يزود بيها اخرته. اللهم احسن خاتمنا يا رب. يا سلام يا معلم سعيد، انت كنت فين من زمان؟ كل شيء بقى وان. ايوه كل شيء بقى وان، علشان كده انا بقى النهارده جاي لك في شغل يا معلم سعيد. شغل ايه يا حاج معتمد؟ انا يا معلم سعيد. لا حول ولا قوة الا بالله.
شوف يا معلم سعيد. خير؟ انا عشت عمري ما احبش حد يتعب معايا في حياتي. فعلا انت زي الريشه، وعشان كده برضو عايز ابقى زي الريشه في مماتي يا معلم سعيد. عايز الناس تبقى مرتاحه في مماتي زي ما كانت مرتاحه في حياتي. علشان كده عايزك تتولى العمليه من الالف للياء، عشان في مماتي اموت وانا مرتاح وانا في الخدمه. ايوه، بس ايه، ما تجيبش سيره للفاضل ولا الشكريه بالموضوع ده. ماشي زي ما تحب. قلت لي بقى هتاخد مني كام؟ الله، ما بين الخيرين حسين. وبعد حبة الحبة تكبر وتبقى قبة. محامي كعب داير. طنوسي. نعم طنوسي، هات الكشف يا طنوسي. سعيد ابو النجا تاجر. شارع عادي جدا، بداية مبشرة. أنا جيت بس عشان أثبت لكم إن قضية أبو النجا دي ما بتخلصش. لا أنا كمان جيت عشان أثبت اللي الأساتذة عاوزين يثبتوه. أنا عندي إحساس يا جماعة إن التاجر ده هيطلع سعيد أبو النجا، لأن المعلومات بتؤكد ده. كل مرة بنقول كده وفي الآخر نقع في نفس الدوامة تاني. أما نعتمد، أنا ما ضربتش حد على إيده عشان يجي معايا. يا ابني وأنا اتكلمت. لا أنا قصدي أقول لكم يعني عشان تبقوا عارفين، أنا قادر على إني أحل أي لغز بنفسي، مش مستني مساعدة من حد. ده طلع. ما فيهاش مشكلة يا طنوسي. إيه يعني؟ أنا عايزة أروح. تعالي، خايفة يا أستاذة ولا إيه؟ أنا ما بخافش من حاجة، بس أنا مش بحب الحاجات دي. خديني معاك يا بنتي، أنا ركبي مش شايلاني. وأنا طيارة وفررة من هنا. إيه ده؟ كلكم تتخلوا عني في لحظة المواجهة؟ واجه لوحدك يا فاضل. إحنا متفقين ومتعهدين على الحلوة والمرة، مش كنا متعهدين ليه تنسى بالمرة؟ عشرة بقالها سنين. أنا أولاً ما أعرفكش. باي باي. خديه معاك. عم نعتمد، لقد عهدت فيك الشجاعة والإقدام، فهل ستتخلى عني؟ أرجوك لا تخذلني. أنا أبني معاك بقلبي لآخر لحظة في حياتي. هيا بنا يا يلا بينا. اعمل معروف يا ابني، خليني اخد تاكسي واروح انا كمان. اسمك يا عم معتمد. ايه في ايه؟ خوف هنا في ايه؟ يقلق هنا؟ ما هو دكان ما فيهوش اي حاجه، كفنين ثلاثه وخشبه وشويه موارد وحاجات كده. مش عارف يا ابني، انا زي ما يكون قلبي مقبوض ليه، مش عارف. لا اوهام في دماغك وبس وخلاص. المهم نشوف صاحب المحل هو فين. محل ايه؟ الظاهر ان احنا جينا في وقت غير مناسب، احنا نمشي ونعدي عليه في وقت تاني. ايوه يا ابني. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا مرحب. ولا ياسر. ايوه ودي الشغل ده في المايك بتاع كلون. اهلا وسهلا. صباح الخير يا معلم. صباح الفل والنرجس والياسمين. اهلا وسهلا. احنا بنسال عن صاحب الدكان. انا صاحب الدكان سعيد ابو النجا. تشرفنا. تشرف من ادارك. اتفضل يا استاذ، ده انت هتقع من طولك. اتفضل ارتاح. اتفضل. اهلا وسهلا. اصل لا مؤاخذه، كنا فاكرينك تاجر ولا مؤاخذه يعني. هنعمل ايه؟ الناس بتتشائم مع ان الموت علينا حق. اهلا وسهلا. انا وارث المهنه دي ابا عن جد، دي مهنه عائليه لا مؤاخذه، ثم ان انا كمان غويها. غويها. وحلو قوي ان الانسان يخدم ابناء الانسانيه. يا سلام، انا ما كنتش فاكر ان المهنه دي بالانسانيه دي كلها. هنعمل ايه؟ مهنه زي كل المهن، زي ما في ده بتولد في حانوتي بيدفن لا مؤاخذه. اي خدمه اقدر اخدمكم؟ بالنسبه لي انا مش عايز اي حاجه. انا فاضل السنكاري المحامي. محامي؟ سلام قولا من رب رحيم. لا مؤاخذه يا استاذ، معلش، اصل تقول لي بتتشائم من ايه؟ اقول لك بقى تشائم من اتنين، الاهطل والمحامي. علينا احنا الاتنين يعني، انا المحامي. طب حضرتك بتتشائم ليه من ايه؟ المحامي. انا فاهم تقصد ايه. زي الحانوتي ماله علاقه بالراحه الابديه، المحامي كمان له علاقه بالتعب الازلي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يا معلم، أنا مش جاي لك بصفتي محامي، لا ده أنا بعمل بحث عن المهن، وعايز أعمل بحث عن مهنة حضرتك يعني، وعن وضعها القانوني من ناحية المسائل التقصيرية. وماله يا ابني؟ أديك بتعمل اللي عليك في الدنيا الفانية دي. يعني أنا مش هزعجك يعني لو أخدت من وقتك السمين ساعتين تلاتة؟ أبدا يا أستاذ، أنت تشرف، حدد المكان والزمان. بكرة الصبح إن شاء الله؟ ماشي، بكرة الصبح. وهو يبقى دعاية للمحل بدل السوق ما هو حاله واقف كده. رزقها يا رب. شكرية. عايز ايه؟ على فكرة أنا ممكن أساعدك، يعني ما تتكسفيش، أنا كنت ال 15 على الدفعة. وإيه يعني؟ أنا مش عايزة منك حاجة، المذكرة كلها في دماغي، أنا بس بدور على المدخل، المدخل الحماسي اللي يخلي القاضي يتشدلي ويتعاطف مع موقفي. اللي يخلي القاضي يتشدلك ويتعاطف مع موقفك إنك تدخلي في صلب الموضوع. طب عشان خاطري يا فاضل. خلاص يا ستي، عشان خاطري انا هكتبها لك بكره الصبح ومش هقول لحد. ميرسي يا فاضل. بقول لك يا فاضل، ممكن يعني ممكن اطلب منك خدمه وما تناقشنيش فيها؟ عشان تطلبي خدمه ده من حقك، انما مش معقول تلغي شخصيتي بعدم المناقشه. طيب ناقشها بس في الاخر اعمل اللي انا عاوزاه برضه. ممكن ما تروحش للحنوشي ده تاني؟ ليه يا شكري؟ بصراحة بقى فعل مش حلو، وكمان أنا خايفة عليك منه. خايفة عليا منه؟ ده راجل طيب جدا، ده مش ممكن يأذي نملة. أنا عارفة يا فاضل، بس أنا من ساعة ما عرفت إنه حنوتي وأنا بشوف كوابيس وحشة قوي. ليه؟ دي مهنة زي كل المهن. طب ما هو كان ممكن يطلع جزار ولا قهوجي ولا مكواجي، إيه المشكلة؟ لا المشكلة إنه حنوتي. عادي يعني، فاش أي حاجة. الله، ايه يعني حنوتي؟ دي مهنة، ومهنة محترمة، وخاصة ان الموت علينا حق. انا عارفة يا فاضل، وعارفة كمان ان البني ادم في الدنيا ضيف. ايوة دي حقيقة يا شكرية، والحقيقة الاكبر كمان ان الاعمار بيد الله، وان الواحد ساعة ما يحين الاجل ما يقدرش يمنعه، وان ربنا سبحانه وتعالى زي ما وهب لنا الحياة علشان نعبده، هو برضو اللي هيخلينا نرجع له علشان يبتدي الحساب، وكل حسب عمله. خلاص يا عم، انا قلت لك وانت حر، انا بس كنت عايزك تعرف اني مش مرتاحه للراجل ده ولا لدخلته علينا، ولو اني يعني هو ايه اللي هجيبه عندنا. ما شاء الله، رزق في رجلي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ملناش نصيب. ايه ده؟ يا اهلا وسهلا يا 300 مرحبا، اهلا اهلا اهلا. ده ايه النور ده كله ده؟ ده نورك اخويا. اتفضل اتفضل استريح. الله يخليك. مش ده برضو مكتب المغفور له الاستاذ فاضل السنكري؟ مغفور له الاستاذ فاضل السنكري، الحمد لله بخير وحي يرزق. هو ده الغلط، اكبر خطا. الرحمه تجوز على الحي واللي مش حي. لو ان كلامك غريب شويه، انما انت زبون، والزبون دائما على حق. انا احب قوي اللي يرحب بالزبون، لاننا في النهايه كلنا زباين. النهارده انا زبون عند الدكتور، انت بكره زبون عند المحامي، انا بعديها زبون عند الحنوتي. لا 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 ما ايوه طبعا طبعا، بس انا ليا تحفظ برضو عن ان الواحد يكون زبون عند ال الله المعلم سعيد الخامس. ايه ده؟ انت تعرفه معلم معتمد؟ الله عز المعرفه، ده المعلم سعيد ابو النجا الخامس الحنوتي. ايه حن حن حنو حنوتي؟ الله الله، ما تمسك نفسك امال يا استاذ. عن اذنك بس حدي خبر للاستاذ فاضل وجاي. حن 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 حنوتي. ما هو معذور برضه، اصل حضرتك فاجئته خطوة، انما احسن حاجة برضه ان هو يواجه الحقيقة. خطوة عزيزة يا معلم سعيد. الله يعز مقدارك ويرفع عنك الجهل يا رب. الحمد لله معايا توجيهية قديمة. لا أنا بتكلمش عن الشهادات يا أستاذ، أنا بتكلم عن الجهل بالحياة وحقائقها.
إيه الناس كلها فاكرة إنها هتخلد ومش عارفة إنها هتيجي عليها يوم وتخلع. أيوة وإنت كلك خبرة يا معلم سعيد. مش مسألة خبرة، المسألة مسألة استعداد للرحلة. الرحلة ناخد لها زاد من التقوى والورع واتقاء الله. هي دنيا غرورة والإنسان مغرور، وهو نفس طالع ويا عالم إذا كان ده آخر نفس ولا لسه في العمر بقية، والإنسان لازم يستعد. يا سلام يا معلم سعيد، أنت كنت فين من زمان يا راجل؟ أنا كنت محتاج لإنسان زيك يبصرني يوعيني يقول لي الكلام ده في الوقت المناسب. ايه دنيا الانسان فيها ضيف. ايوه ضيف وفاكر انه هيخلل وهو مجرد ضيف طول عمرنا واحنا ننتش ان فين بقى واحنا في الاخر ضيوف على وجه الدنيا. والشاطر اللي هو يلحق القطر قبل القطر ما يفوت ويرجع يقول ايه اللي جرى مكان. يا سلام يا سلام ودايما لوجه الله سبحان الله. انا اشكرك جدا يا معلم سعيد. يا ريت يا معلم سعيد من النهارده انا عايزك تكون صاحبي يا معلم سعيد. تبعتينا حانوتي تقول لي كويس يا فاضل؟ ايوه طبعا علشان احصل منه على مزيد من المعلومات. دخل بيتنا يا فاضل هيشرب قهوتنا يا فاضل. انا مش فاضي اسمع هذه المهاترات. ده طيب قوي يا اساتذه. طيب لنفسه اللهم احفظنا. طيب قدامي بقى اتفضلي. على فين؟ هتيجي معايا تقابلي سعيد ابو النجا ولا انت خلاص الخوف لغى عقلك ولغى تفكيرك المنطقي؟ انا بخاف من اللي خلاني وبس. طب قدامي بقى. لا قدامي. لا اقول لك قدامي. لا حرام عليك حرام عليك ما عندكش اخوات بلد. ادهم لله. الله يبقى حياتك اخويا. نورت يا معلم سعيد. اهلا 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 وسهلا. ده ايه زياره لطيفه دي يا معلم سعيد. الله يخليك. ده انتوا اللي ناس ذوق والله العظيم ناس ذوق اخر ذوق. وكفايه ان انا خرجت من عندكم بهديه كبيره قوي. ايه الهديه اللي خرجت بيها من عندنا؟ المعلم معتمد صديقي انا وهو قرر ان احنا نبقى اصدقاء طول العمر ما بقي لنا من حياه. والله وعشت وبالك صديق يا سعيد يا ابو النجا. طول عمري ما كانش ليا صديق ما اعرفش ليه يا اخي. لا انا عارف ليه يا معلم. أقدم لك شكرية تبقى مراتي وشريكتي في المكتب. ما شاء الله ما شاء الله يا أرض احفظي ما عليك. صحيح الطيبون للطيبات. طب أنا استاذن بقى معلم سعيد. اتفضل أخوي. مع السلامة. الله يخليك. وأنا هبقى أفوت عليك زي ما اتفقنا. أنا رايح أرتاح شوية في الأوضة. اتفضل أخوي. كلنا ضيوف يا معلم سعيد كلنا ضيوف. اتفضل. معلش الدنيا من فاتة يا أخوي. والله انتوا ناس طيبين قوي. طيبين يعني. اتفضل يا معلم اتفضل. انت اللي طيب طيب و و واكيد عيلتك كمان كلهم طيبين يعني اخوالك وعمامك كلكم طيبين جميع اهل ابو النجا الكرام. اهي الدنيا فيها كده وكده يا استاذ. انا جاي لكم عشان ابقى زبون عندكم. حضرتك تبقى زبون عندنا احنا؟ اصل انا عامل في المحل عندي نظام التقسيط. ايه ده انت بتقول يا معلم؟ هو التقسيط كمان في ال الله. اصل دي مصاريف وفي ناس غلابه ما بيعرفوش يدفعوا فانا بقسط عليهم يدفعوا كل شهر حاجه. حول ولا قوه الا بالله. الدنيا ما فيها. وفي ناس بقى لما اغزق بيبلطجوا بقى ما بيرضوش يدفعوا فانا بقى عايزكم انتوا تدفعوا لي عليهم قضيه بالشيكات اللي انا واخدهم عليها. شيكات؟ وحضرتك واخد شيكات على الناس اللي عايشة ولا الناس لا 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 انا واخد شيكات على الورثة. ايه ايه قولك؟ والله يا معلم احنا تحت امرك واطمن. اديني بس المستندات واحنا هنريحوه. انا مش هستريح غير لما الراجل ده يمشي من هنا واكسر وراه زير مليان مية بموارد وكمون. سبحان الله معقولة؟ الله حتى الحانوتي عنده تقسيط. سبحان الله مصائب قوم عند قوم فوائده. إنما أنت إيه رأيك فيه يا شكرية؟ والله أنا في الأول كنت خايفة منه بس لما قعدنا واتكلمنا معاه شوية لقيته راجل طيب خالص. طبعا لازم يبقى طيب
ده راجل عايش جنب الحقيقة، يعني لازم يكون ممتلئ هدوء وثقة بالنفس. ولا ماشي جرى ايه يا عم طنوسي؟ في ايه؟ زي ما يكون داخل علينا في المكتب قفة عقارب. ما هو لا مؤاخذة اعذرني يا أستاذ، أنا أول مرة أشوف واخد بالك أنت إزاي نوتي. ما تخافش، وعلى فكرة اتعود إنك هتقابله كتير عشان بقى زبون عندنا هنا في المكتب. أيوة بس المهم إن إحنا ما نبقى الزباين عنده. يا سيدي هيجي اليوم كلنا نحتاج لخدماته. بس تفتكر ان هو ده سعيد ابو النجا الحقيقي؟ والله انا باجري معاه حوار تقليدي بناء على امل انه يطلع هو. يعني هو ده سعيد ابو النجا اللي هيورث كل هذه الثروه الطائله؟ ثروه طائله فين دي؟ يعني اقصد يعني الشنطه. انت شعرفك في ايه في الشنطه يا تنوسي؟ خدت الامانه وفتحت الشنطه. لا كابتن قطع ايدي يا استاذ، انا قصدي يعني ان الشنطه اكيد مليانه عملات محليه وعملات اجنبيه. هو حسنين ابو النجا هيسيب ايه لابن اخوه في شنطه زي دي يورثها غير مجوهرات بقى وعملات ثروه؟ جايز وجايز لا. الشنطه واللي فيها امانه لغايه ما نوصلها لصاحبها. تعال بس عين الكرسي ده. شكرا يا اخوي. مالك يا بابا في ايه؟ ما ماليش يا بنت. ما مالكش ازاي؟ امال ايه العصايه اللي في ايدك دي؟ يعني جايبها منين وشايلها ليه؟ انسان غرور شايف الجاهل، دي هي اللي شايلاني مش انا اللي شايلها. لما انت ماشي من غيرها معتمد يبقى لازمتها ايه؟ ده كان زمان يا طنوس، كان زمان. يلا حسن الختام. الحمد لله كنت شايلها للزمن. طيب خلاص خليك ماسكها، انت حر ما دام مريحاك، وبعدين هو نوع من الوقار. اسمع يا فاضل يا جوز بنتي، انا عايز اوصيك وصيه قبل ما اروح، وقدام عمك طنوس الشاهد وشاهد علينا كلنا اللي فوق اللي لا يغفل ولا ينام. بس يا بابا هدي نفسك، ده كلام يتقال برضو الساعة 10 الا ربع بالليل. عايز اطمن عليك يا شكرية. ما انت جوزتها خلاص، ايه هتطمن عليها ايه اكتر من كده؟ ايه عايز اكتر من كده؟ عايزك توعدني يا فاضل انك انت تحطها في عينيك من بعدي. دي واحدة مية يا فاضل، بلاش اخ ولا اخت، بلاش غيري انا. الله انت بتشحط عليا ليه يا راجل انت؟ هي ايه الحكاية يا عمي؟ حكاية ايه يا ابني؟ انت مش عايز تودي لانك انت هتحطها في ايديك. الله ده على ايه يا ظالم من بعدي؟ يا عم صلي على النبي، هدي روحك، هدي روحك مش كده. ربنا يديك الصحة يا بابا. هو انا صدر مني حاجة يعني لا سمح الله في حقها؟ ما انا براعيها اهو. ايوه بس عايزك توعدني، عايز اطمن. اوعده اوعده يا استاذ وخلصنا. خلاص اوعدك يا سيدي. ايوه انا كده ارتحت بصراحه يا اولادي. انا من ساعه ما قعدت مع سعيد ابو النجا وانا عيني فتحت على حاجات كتير كانت عيني مغمضه عنها. انا عارفه موضوع سعيد ابو النجا ده مش هيخلص الا لما يخلص علينا كلنا. الحمد لله الحمد لله ان انا عيني فتحت. خلي بالك من نفسك. انا داخل ارتاح. يا اخوانا كلام عم معتمد غريب جدا، انا اول مره اراه في كل هذا التشاؤم. لا حول ولا قوه الا بالله، بقى ده المعلم معتمد شكله حيمشي ويسيبنا واحنا وراه. استر يا رب. طب اتفضلوا انتوا، انا هبعت الرجاله والكفه. على خير سلامتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. ولا قهوه ولا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم. اهلا اهلا. عامل ايه؟ الحمد لله رضا والحمد لله. الشغل ماشي جامد. دفن النهارده 5 جتك. هو على راي المثل الخير على قدوم الوردين. طب الحمد لله. والظاهر انت كمان هيبقى وشك خير علينا يا معلم. الله يخليك. انا الود ود كنت قافش لكم المحل ورد وزعف نخل، بس ده ضد سياسه المحل. ايوه طبعا وردك وصل يا معلم. المهم خلينا في الشغل. اقول لحضرتك بقى زي ما شرحت لحضرتك، تيسيرا على العباد بدات نظمت التقسيط، وانا بدات من هنا والمشاكل بدات من هنا. بقيت تدفع من جيبك بقى. اعمل ايه؟ واجب ولازم اديه، انما انا برضو عندي عيله، عندي بطون لازم تاكل،
وجتك لازم تستحمى ولازم تتكسي وعلاج. عندك حق يا معلم. طيب هل ضمان التقسيط عباره عن شيكات ولا كمبيالات؟ لا، كمبيالات لحين ما يصير. كويس قوي، هاتها بقى واحنا ان شاء الله هنجيب لك حقك لغايه عندك. انا اجل وانا ليكوا 10% من قيمه التحصيل، ايه رايك يا استاذ؟ انا رايي ان نخلي النسبه 5% كفايه يا معلم. ايه يا فاضل، هو يقول 10؟ ايوه يا معلم سعيد، بس ربنا اسمه الحق، والحق حبيب الله، وكلنا اخوات نتحاسب. ما انت عارف يا معلم معتمد، الاسعار بقت نار دلوقتي وكل حاجه في ارتفاع. الله. انت هتقول لي كلمتين اللي بتقولهم لكل زبون يا راجل انت؟ لا قول لي بقى، هتاخد مني كام؟ شوف بقى، عشان انت صاحبي وحبيبي هاخد منك نص باكر، يعني 500 جنيه شامله الحنوط والكفن والمغسل، وكمان هديه من عندنا الفئ اللي هيقرا على التربه كده. بس مش شايف ان هم كتير؟ يعني اقصد انك انت يعني تكرمني رب زبون يا معلم سعيد. لا لا يا شكريه الله، واحنا مش عرفنا ان سعيد ابو النجا دخل الجيش ولا لا؟ يا سيدي انا بقول جايز جايز، يعني ساعتها لو كشفنا عن اوراقه في الجيش يمكن نلاقي كشف باسامي العيله. لا لا لا، دي عمليه صعبه ومعقده وغير مجديه. طب نعمل ايه يا فاضل؟ اكيد يعني في وسيله تانية. قول لي يا فاضل، انت ايه رايك في المعلم سعيد؟ من ناحيه ايه يعني؟ اخلاقه ذمته. هو رجل فاضل يعني مش طمعان في الدنيا. لا شوفي، اللي في مهنته ده لا يمكن يكون طمعان في الدنيا. طب ما كده كويس قوي، يبقى انت تدخل مباشرة في الموضوع وتسأله، انت اسمك سعيد ابو النجا؟ قريب واحد اسمه حسنين ابو النجا، واكيد مش هيكذب عليك. لا لا لا، انا ما اقدرش اجازي في المجازفة دي، انا لازم ضميري يبقى مستريح، ما اقدرش انام الا وضميري مرتاح. الله، اضمن منين ان هو ما يطلعش كذاب وطمعان في الشنطة؟ يعني نعمل ايه؟ انا عندي فكرة كويسة، ايه رأيك لو انا وانت نقنعه بانه يعمل وصيته؟ في الحالة دي هنقدر نقرب منه ونعرف مين قرايبه ونشوف حسنين ابو النجا منهم ولا لا. ادخل. اه يا انا ممكن اخد من وقتكم 5 دقايق؟ عايز ايه يا عم طنوسي؟ انا قررت اعتزل العمل ودي استقالتي. انهي عمل؟ عمل ايه يا راجل انت؟ احنا عندنا اي عمل؟ هي حيالله قضية واحدة هي اللي احنا شغالين فيها دي. يلا حسن الختام بقى يا حاجة. دنيا فانية والإنسان فيها ضيف، وأنا مش عايز حاجة من الدنيا غير المعاش بتاعي. الله، هو إيه؟ إيه الاعتزال والاستقالة اللي متفشية عندنا دي؟ أنا مش عايز غير المعاش بتاعي 350 جنيه هديهم للمعلم سعيد مصاريف الجنازة بتاعتي. هو سعيد أبو النجا هو اللي سمم أفكاره. واحنا هنعرف نتفرج يعني؟ ما اخبيش عليك بقى، انا كمان بدات اتاثر بالحكايه دي. لا 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 لا، المشكله مش في سعيد ابو النجا ولا شغلته، المشكله تكمن في ان هناك سبب عند طنوسي ومعتمد. بدا يكبروا في السن وده شيء طبيعي. لا شوفي، ابوك يا عم معتمد يعاني من الوحده، انا وانتي طول النهار والليل مشغولين، هو مش لاقي حد يسمعه، مش لاقي حد يتكلم معاه. صدق عندك حق، زي ما خدتش بالي من الحكايه دي. ودي نفس مشكلة طنوسي، هما الاتنين لما اتكلموا مع سعيد أبو النجا لقوا في كلامه سكة للخروج من اللي هما فيه فقرروا الاعتزال. صدق بابا من ساعة ما عرف سعيد ده كأنه كبر في عمره 50 سنة كمان. طبعا، على فكرة إذا عرفنا السبب ممكن هما يشفوا من المرض اللي هما فيه. إيه رأيك باباك لازم يتجوز؟ ده بتقول إيه يا فاضل؟ هجيب لنفسي مرات اب تشدني من شعري؟ الله، شكريه لازم تضحي علشان ابوكي. يا شكريه بلاش انانيه، انت عاوز تضحك الناس علينا يا فاضل؟ لا ده مش جواز، ده علاج، يعني احنا بنجوزه دواء. يعني ايه؟ بابا هيتجوز اسبرينه؟ طب انت عندك عروسه بقى يا اخويا ولا لسه هتدور زي الخطبه؟ شكريه من غير تريقه، احنا الاول نعرض الامر على معتمد، واذا وافق على المبدا نبقى ندور على عروسه.
هندور على عروسة ولا هندور على السيدة أبو النجا ولا على مين؟ والولد طنوسي كمان عايزين نفرح بيه ونجوزه بالمرة، هيحس بأهمية كده في حياته. خلينا نفرح بأولاد بقى حوالينا، ولو إني حاسس إن طنوسي هيخلف يا ربوع لكن هيحس بأهميته. يلا تعالي بقى نشيع البهجة في حياتهم. الدنيا دنيا احنا فيها ضيوف يا طنوسي. ايوه ايوه معتمد مريمت فات لاهلها. يا رب يا رب احسن ختام يا رب. أوه. الحمد لله ان ربنا وقعنا في المعلم سعيد ابو النجا عشان يفتح عينينا على حاجات كتير ما كناش واخدين بالنا منها. مساء الفل يا جماعه. ردوا ليه مش بتردوا؟ يا مساء الورد والجمال والقمر المنير. يا القمر المنير لكم حق تفرحوا بالدنيا، سرقاكم السكينه مخدوعين بيها. يلا يا عم طنوسي، يلا يا عم معتمد، البسوا هدوم العيد عشان احنا خارجين. خارجين خارجين فين يا ابني؟ اللي زينا بينام بدري. ليه بس يا بابا؟ هنروح الملاهي وناكل فشار ونركب مراجيح. لا 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 مراجيح لا، انا بخاف من المراجيح. لا يا سيدي، ده يعتبر مرح يعني وعلى سبيل البهجه. لا والشباب. لا والشباب ايه يا بنتي؟ ده الملاهي في منتهى الخطوره يا فاضل يا ابني، انت ممكن تكون راكب المرجيحه تقع من المرجيحه تتكسر رقبتك، ولا ممكن تقع على ظهرك يتكسر الحوض، ولا تتكسر رجل من رجليك وتعيش طول عمرك في الجبس والعناية المركزة.